السلام عليكم، مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في قناتي سوما لابيولوجيست. جيتكم فيديو جديد ان شاء الله، راح يكون لو طون دو بروثرومبين تي بي من اسي بي. ان شاء الله راح نتعرفوا على هذا البارامتر وتتعلموا ان شاء الله كيفاش تخدموه عمليا. وقبل ما نبداو ان شاء الله ما تنساوش الصلاه والسلام على شفيع الأمة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذا أولا لو كوفر راح يجينا بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. عندنا هنايا كي دو ديتيرميناسيون دو طون دو بروثرومبين دون لو بلازما اومان. كما راكم تلاحظوا حنايا عندنا رياكتيف، عندنا دو لي دو فيهم 8 مليلتر. إذا هذا عبارة عن طاقم تحديد نسبة البروثرومبين في البلازما. إذا من الداخل بهذا الشكل عندنا هذو دو فلاكون تي بي من أسي بي رياكتيف 8 مليلتر. هذو لي دو راح يجونا نفس الشكل مرفقين بلا فيش تكنيك طبعا كما راكم تلاحظوا. هذه هي لا فيش تكنيك، راح نقراوها ان شاء الله باش نقدروا نخدموا التيبي عمليا. اذا عندنا هنايا لوتيليزاسيون رابيل برينسيپ دو ميثود، عندنا كما راكم تلاحظوا كومبوزيسيون ار رياكتيف، عندنا لا بريباراسيون لا كونسرفاسيون اي ستابيليتي لو رياكتيف اي فورني بريت ا لومبلوا لو رياكتيف اي ستابل جوسكا على دات ديكسبيراسيون انديكي سور لي زيتيكيت، يعني لا دات مع انتهاء مده الصلاحيه. ابري لوفرتور لو رياكتيف نو كونتاميني اي ستابل بوندون 10 جور à 18-25 degrés et 5 jours à 37 degrés. Le prélèvement conservation et stabilité des échantillons. Adna le prélèvement, les mutcons futubes citratés, yani citrate de sodium. Les houa, هذا هو tube terna, le bouchon terre bleu, qui m'a raconté la journée. Citrate à 3,8%. Ou le sang est le terre de 4 millilitres. Qui est le terre de juste عندها. Alors, وكي نفوتوه في السنتريفيجوز راح نفوتوه 15 مينوت في 1500 حتى 3000 تور بار مينوت. هذا الريغلاج تاع السنتريفيجوز. اذا هذا بالنسبه للبريليفمون. نمر مباشره للريغلاج في السنتريفيجوز. عندنا نورمالمون من 1500 حتى 3000 دوره. نوضعها عند 3000 دورة. نمر هنايا للزمن، نديروها 15 دقيقة بالضبط. نوضعو التوب تاعنا سيتراتي ونديرو ليكيليبغ بهذه الطريقة، ثم ستار، والآن يبدأ الزمن وهنايا لو تور.
وايضا الكوفر تاعنا يكون مزود بهذا التابلو دو فالور كما راكم تلاحظوا هنايا. مثلا عندنا تي بي بورسونتاج 100% اللي انا غيكون واحد، وهكذا كل ما يهبط التيبي كل ما يطلع ليناغ. وهنايا طون دو كويك بالسيكوند اللي هو زمن البروثرومبين. اما بالنسبه للاجهزه والادوات المستخدمه اللي راح نستخدمهم ان شاء الله، راح نستخدموا هذا لاكواغولومتر من بيولابو، راح نستخدموا ميكرو بيبات 50 والميكرو بيبات 100، راح نستخدمو لي زومبو جون، راح نستخدمو هادو لي كوبيل صغار، فلاجيتاسيون طبيعة الحال الغياكتيف، وأيضا راح نحتاجو جهاز الطرد المركزي لا سنتريفيجوز. إذا بعد انتهاء المدة المحددة اللي هي 15 دقيقة نقوم بإخراج العينة، تكون بهذا الشكل، كيلو جلوبيلار يكون من الأسفل ومن الأعلى تكون عندنا بلازما المريض. إذا راح نواصل طريقة العملية في البروسيدور. واش عندنا؟ أولا apporter le réactif à une température ambiante. كما راكم تشوفوا الرياكتيف انا خرجناه حطيناه à température ambiante. ثانيا préchauffer à 37 degrés le volume nécessaire du réactif en fonction du nombre de tests à réaliser. خلوه هنايا à 37 degrés. مثلا كي يكون عندي لي زيشانتيون بزاف راح ندير الكميه المطلوبه حتى نعمرها ولا نزيد واحدة اخرى هنايا. اما انا اليوم راح نخدم مالاد واحد، واذا حبينا نسرعوا التفاعل نقدروا نوضعوها هنايا تكون الحراره هنايا اعلى من هنايا. والان راح نوضع سيكونت ميكرو لتر، نستخدمو هاد لا ميكرو بيبات ونوضع كوبيل بهاد الطريقة في هاد الفتحة، ونهز منا 50 بلازما المريض في تيوب سيتراتي ونوضعها مباشرة هنايا، ونوضع يجي ونكليكي هنايا مباشرة وننتظرها حوالي 3 دقائق تقريبا. اي ابخي راح نهزو من هنايا 100 من الغياكتيف ونوضعها مباشرة في الكوبيل هذه ونعطيه درنا لا ليكتور. اذا هنا يدي السينيالي راح نستخدم الميكرو بيبات 100 ونهزو هنايا 100 ونضعها مباشره للكوبي اللي فيه بلازما المريض ونعطيه ندنا الريزلت النهائيه. كما راكم تلاحظوا تي بي 100% ليانا 0.90 وبالسكوند عندنا 12.2. اذا كما راكم تلاحظوا هنايا فالور دو ريفيرونس طون دو كويك
من 10.2 حتى 13.5 سكوند. إذا مع نهاية فيديو اليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وإلى الملتقى بإذن تعالى مع فيديوهات جديدة مع سوما لابيولوجيست.